سوف نقوم برسم مفتاح شد صواميل باستخدام برنامج Solidworks كما هو موضح في الصورة. تظهر لنا الأبعاد موضحة على المساقط 2D. نختار المستوي تود بلين ونرسم سينتر لاين من مركز الأحداثيات بطول 366 ملم يحدد البعد العام للرسم. نرسم قوس مركزي مركزه مبدأ الأحداثيات، نصف قطره 60 ونمدده. نرسم قوس مركزي آخر نصف قطره 26.4. الشكل غير مقيد، وبالتالي لتحديد طول الجزء المستقيم والقوس ننتقل لرسم الجزء الخلفي الذي سوف يحددهم. نرسم سنتر لاين بعده 19.2 عن نقطة نهاية الخط الأفقي، ونرسم قوس مركزي مركزه نقطة الالتقاء. نحرك نهايتا الخط المنقط ليلتقيا مع نهايتا القوس، ونحدد نصف القطر 19.2. نرسم خط من نهاية القوس ونمدده ليلتقي مع القوس الآخر، ثم نضغط عليه ونختار هيروزينتال لجعله أفقي، ونكرر العملية برسم خط مقابل وجعله أفقي. الآن ننتقل لرسم الجزء المستقيم من المفتاح والذي يميل بزاوية 18 درجة. نرسم سنتر لاين ونحدد زاويته على الأفق. من سمارت دايمنشن نحدد الزاوية 18. نرسم خطين مستقيمين، نضغط على كنترول مع الزر الأيمن للماوس ونختار سيمتريك، ثم نوازي ونحدد البعد بين الخطين 45.6. نمدد الأقواس ثم نأخذ تعليم التريم لحذف الخطوط الغير المطلوبة، أي البقاء على الخط المستقيم والتقاعر الداخلي للقوس. ثم نرسم قوسين دائريين، أي نضغط على القوس الأول مع كنترول ثم على القوس الكبير ونختار تانجنت، أي نجعله على تماس. نكرر العملية على القوس الثاني ونحدد أنصاف الأقطار 40.8. نمدد القوسين السابقين ليقطعا الخطين المستقيمين، ثم نختار تريم ونحذف الخطوط الخارجية.
الشكل غير مقيد، وبالتالي لتحديد طول الجزء المستقيم والقوس ننتقل لرسم الجزء الخلفي الذي سوف يحددهم. نرسم سنتر لاين بعده 19.2 عن نقطة نهاية الخط الأفقي، ونرسم قوس مركزي مركزه نقطة الالتقاء. نحرك نهايتا الخط المنقط ليلتقيا مع نهايتا القوس، ونحدد نصف القطر 19.2. نرسم خط من نهاية القوس ونمدده ليلتقي مع القوس الآخر، ثم نضغط عليه ونختار هيروزينتال لجعله أفقي، ونكرر العملية برسم خط مقابل وجعله أفقي. الآن لرسم الانحناءات لعنق المفتاح. نحدد الخط المستقيم مع القوس ونختار سكيتش فليت، ونحدد قيمة 76.8. نحدد القوس الآخر والخط المستقيم ونختار فليت بقيمة 30. نلاحظ حذف القوس الدائري المركزي الذي نصف قطره 60، وبالتالي نعيد رسمه، ثم نختار ترين لحذف الأقواس التي لم يعد لها ضرورة. نمدد القوس الذي نصف قطره 40.8، ثم نجعله على تماس مع قوس الدائرة 60 والفليت المشكل للعنق على التتالي، ثم نختار ترين لحذف جزء القوس الغير مطلوب أي خارج الشكل. نلاحظ أن الجزء أصبح مقيداً
أي fully defined. الآن الجزء الآخر من المفتاح غير مقيد، وبالتالي نجعل القوس على تماس مع الفليت المشكل للعنق تانجنت، وبالتالي نلاحظ أن الشكل أصبح مقيداً بالكامل fully defined. الآن لإعطاء سماكة للشكل نختار من فيوتشر إكسترويد ونحدد السماكة 10 مليمتر. نلاحظ أن المفتاح قد تصمم 3D. الآن لنعرف المادة من Edit Material نختار مادة المفتاح. نلاحظ وجود طيف واسع من المواد والخلائط، أي خلائط الفولاذ والزنك والألمنيوم وغيرها. لمعرفة وزن المفتاح المصمم من Evaluate نختار Mass Properties. نغير الواحدة لجعل الوزن بالكيلوغرام، وبالتالي نكون انتهينا من تصميم مفتاح شد الصواميل.